بسم الله، صباح الخير والسعادة والجمال على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من صباح الشروق، وحلقة متجددة بالتواصل والعطاء مع كل مشاهدينا ومتابعينا داخل وخارج السودان. أهلا بكم في صباح جديد، ولما نقول صباح جديد معناه صباح فرصة، صباح فرصة جديدة، حياة جديدة. طالما انك انت بخير وصحة وعافية، اكيد انت هتستغل الفرصة دي بصورة جيدة وتحاول انك تنجز حاجات كثيرة جديدة. على العموم صباحكم جميل ومختلف، صباح السعادة عليك يا حمزة وصباح الفرص. اهلا يا لينا، بعد الترحيب بالمشاهدين الاكارم في فترة الحجر دي يا لينا، الناس استفادت كثير جدا من الفرص. لما نقول فرص، مرات الفرص بتجيك وانت جاهز، مرات فرصة بتجيك وانت ما جاهز. فنحن عندنا متسع من الوقت في الفترة دي انه نحاول نعيد ترتيب اولوياتنا الكثيره. شنو من الفرص اللي اكتسبتيها من خلال جائحه كورونا؟ كثير جدا جدا، بقيت موهوبه في السوشيال ميديا نمبر 1 او نمبر 1، بالاضافه لانه يعني الفرص في جائحه كورونا انك بيكون علاقاتك الاجتماعيه، يعني في ناس انت ما قادر تصلهم في ظل الظروف اللي كان فيها البلاد منفتحه، يعني في ما في تباعد اجتماعي، تقدر تصل الناس لكن انت ما قدرت تتصلهم بسبب ظروفك، ظروف الشغل غيره. فبقيت من خلال هذا تقدر تتواصل مع الناس، يعني تعلمت انه انا بالتليفون ممكن ارد زول زعلان مني، بالتليفون ممكن اقدر اعتذر لي زول انا ما وصلته في ظل الظروف العاديه. اضافه لكده تعلم الدورات، صحيح تعلمت كثير من الدورات عن طريق الانترنت، من ضمنها دوره جائحه كورونا للاعلاميين، وعدد من الدورات المختلفه المجانيه المتوفره على مواقع التواصل الاجتماعي. اذا هي دعوه لانه كل المواقع ومحركات البحث هي فاتحه كثير جدا من الدورات التدريبيه وغيرها من التفاصيل الابداعيه ممكن يكتسبها الانسان من خلال وقته اللي بيكون في الحجر المنزلي. اذا هي بدايه طيبه للفرص. فرصتنا الاولى نهديكم لحن الصباح عشان نجي نتواصل معكم بكل رواقه وجمال. سعيدة